يصل سامي حرز الله إلى خيمة حملته الانتخابية، لكن السباق الانتخابي ليس سهلا. إنه واحد من عدد قليل من المعوقين الذين يترشحون إلى الانتخابات البرلمانية في الأردن، وأنصاره يأملون في أن تؤدي انتخابات الثلاثاء إلى فوزه في الدائرة الأولى في العاصمة عمان. هو ممثل عنا لعقادنا الحركية، وإحنا قانون المعاقين في البلد غير مفعل، فهو راح إن شاء الله إحنا بحاجة نائب يكون بالبرلمان يفعل لنا إياه. وتعهد حرز الله بالدفع بالإصلاح إلى الأمام لمساعدة 600,000 مواطن معوق في الأردن للحصول على الدعم الذي يحتاجونه. وبعد انسحاب المعارضة الإسلامية من السباق الانتخابي، تواجه الحكومة تحديا في 120 مقعدا، وريم بدران تترشح على أحد هذه المقاعد، وقد ضمنت النساء هذا العام الحصول على 12 مقعدا بعدما كنا يشغلن 6 مقاعد في انتخابات 2007. أود أن أرى عدداً أكبر من النساء المنتخبات في البرلمان بدلاً من المعينات، فهذا يمنحهن قوة من الشعب للقيام بالعمل بشكل أفضل، وحلمي هو مضاعفة العدد ليس من خلال نظام الكوتا وحسب، وإنما من خلال عملية الانتخاب الصرفة. 134 مرشحة من النساء للعام 2010، وإجماع على ضرورة أن تؤدي المرأة دوراً أكبر في الحياة السياسية. إننا نحتاج في البلدان العربية والعالم العربي أن نثبت أنفسنا كنساء، وأعتقد أنها فرصة جيدة لذلك، وسوف أقترع لها لأنني أحب أن أؤيد النساء للوصول وإثبات الذات. صحيح أن الموالين للنظام سيكتسحون المجلس، ولكن يبقى مكان ولو للقليل من الوجوه الجديدة.